مراحة. طب احنا مش قلنا مفيش عد من الطريق دي؟ ولازمتها ايه الوقفة دي قدام العربية؟ وبعدين انت قلت ولا مش قلت في الاول وفي الاخر دي طريق، وبعدين انا معايا ضيف، يعني مش فضيلة. طب كلام زين والله، بس انا لو ترجع لورا ننبه مرة واثنين وثلاثة وقلت لكم سيبوا مت في الطريق زي ما انا ساير، ولا انتوا رايحين جايين كده؟ اول امبارح جبتوا عربية نص نقل تحمل المحصول بتاعكم وقلنا عديها معلش، وجايين نهردي جايب لي ضيوف وجاي تمطع العربية الملاكي بتاعتك؟ يرضي مين ده ولا بشرع مين؟ اهدى يا ابو عم وهدي، لو كان في بينكم وبين بعض خلاف حلو ودي. هتوطي صوتك يا ابو عمو واحترم الراجل اللي انا جايبه، ولا انت خدوهم بالصوت. اسمع ما اقول لك، الطريق دي بتاعتني وبتاعت جدودني، ولو انت ما شايفش كده ارجعك بالتاريخ لورا. عندك حق، ولكن الارض دي اشتريتها من جدودك زمان، ما تبقاش ليكم غير قرطين، فالمفروض كان سبتوا لهم مترين طريق، وده حق. بس يا ابو عم، هو انا طردتكم من ارضكم؟ لا. كلامك حلو ومعقول، وانا كنت قاعد جنب مجدي واشهد شهاده حق، المفروض يا مجدي تسيب متر في ارضك زي ما الناس كلها سايبه، واللي في مصلحة البلد أهم في أي حاجة، أهم حاجة نوسعوا البعض عشان اللي رايح واللي جاي عدي. معلش إنها تدخل في كلامك، بس عايزك توضح له كلمة واحدة، أنت هتسيب متر بس مش لحال، للطريق. لو الراجل ده ما سابش متر وأنا ما سبتش متر، عربيتك ده مش هتعرف تعدي. ما هو أنت بتعدي في ملك مين؟ مش في ملك حاج، بنعدوا للي ليه المصلحة والمصلحة للكل، عربيتي وعربيتك والناس اللي بتدخل عربيات عشان خاطر الشغل، ولا انت شايفها؟ ولا اقول لك ارجع وما تعديش وما تخلوش يمشي على المتر بتاعك. شفت حلها بسيط كيف؟ راجل اكلمك في المصلحة بتاعت الجميل، صح؟ ينصر دين ابوك، جبت حاجة من عندي؟ اخيرا لقيت واحد بيقول كلمة الحق. جبتش حاجة من عندي يا ابو عم؟ حصل خير يا ود العم، ومدام كلكم كدي غلطوني يبقى الغلط عندي، وبالنسبة للمتر هيبقى مترين. يلا بينا يا عبدو. السلام عليكم. لا وقف، مش هينفع تنزلوا هنا غير لما تاخدوا واجبكم. والله يا سمد عمي، حصل يا ابو عمو وكلامك موزون. اركن عربيتك زي ما هي يا ابو عمو، تعال نشرب كوبايتين شاي. تعال بس تعال. يلا يا ابو عمو ماشي. وانت كراجل ضيف حقك علينا يا ابو عمو. والله يا ابو جراح، حصل يا عادي. عايز افهمك حاجه يا ابو عمو، كل الحكايه قصه احترام. الاحترام فيها ان انا بفرض عليك راي نحترموه، تفهم انا عايز ايه. يعني انا حته المتر ده مش هاخد اروح بيتي، حته المتر عايزينه للطريق، لكن كلمه منك على كلمه مني ممكن تدور عركه، ممكن حد يعور حد وتحصل مشاكل. طب لازمتها ايه؟ ما احنا نتفاهم بالادب وبالوصول، واللي ليه حق بياخده. صح ولا يا ابو عمو؟ حصل والله اول امبارح نفس المشكله حصلت، وحصل طار كبير عندنا في الصعيد هنا، والناس موتت بعضيه عشان متر طريق، فلا داعي للتسرع. خربان البيوت مش بالسهل والله، بس فعليه الناس تمسخ مع بعضيه. انا كان قصدي خير والله. لا ابو عمو، ربنا ما يجيب مشاكل، ان شاء الله خير. هلا خير ان شاء الله. نبه على شام محمد.